عودة إليكم من جديد مشاهدي الكرام. تفاصيل شائقة حقيقة حول البحث اللي قاعد أتكلم فيه مع ضيوف الأكارم حول هذا الموضوع. جائزة برنامج دعم بحوث الطلاب لعام 2019 لمجلس البحث العلمي أعلن عن ضمن فعاليات الملتقى السنوي السادس للباحثين عن البحوث الفائزة بالجائزة الوطنية للبحث العلمي في دورتها السادسة وتكريم الأفضل 6 بحوث طلابية. التفاصيل إن شاء الله تعالى وجود إخواننا في الأستوديو. مبارك بن العبد لوهيبي صاحب مشروع بحث التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والحيوانية بتربية الجمال. مرحبا وسهلا مبارك. صباح الخير. صباح النور يا أخوي سيف، كيف الحال؟ والله الحمد لله بخير. أنتم بخير؟ كيف حالكم؟ نتشرف صراحة بوجودنا هنا في قناة سلطنة عمان، والله يطول عماركم على الاستضافة الطيبة هذه. الله يشرف مقداركم بالخير إن شاء الله تعالى. وأيضا معنا أخونا بدر بن محمد الحجري صاحب أيضا هذا المشروع. أنتم شراكة ثلاثة عليكم صح؟ نعم صح. نعم. صباح الخير يا صباح بدر. أهلا وسهلا أخوي سيف. يا مرحبا أختي حضراء، حياكم الله معنا في برنامج قهوة الصباح. في البداية خلينا نتحدث عن فكرة مشروعكم بشكل عام. معك بدر. الفكرة كانت هو يعني لأنه العائد الاقتصادي من تربية الإبل غير ملموس في كدراسة في السلطنة، فكان المشروع عبارة عن مكان، يعني المشروع هو كان على أساس أنه إحنا نبحث في هذا الإطار ممتاز ونطلع بنتائج جميلة يعني ومفيدة للوطن والمواطن. ممتاز. أنتوا دارسين هذا التخصص صحيح؟ نعم. نحن لا، إحنا تقريبا موارد بشرية بس هو لأنه في نفس النطاق دراسات تجارية. نعم ممتاز. طيب أنا خاطر أعرف أيضا من خلالك مبارك عن تفاصيل دخولكم ومشاركتكم أيضا في هذه الجائزة وتحديدا عن مشروعكم، مشروع بحث التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والحيوانية بتربية الجمال. لماذا اخترتم هذا الموضوع تحديدا ليكون مشروع لكم؟ أول شيء كوننا نحن ندرس في كلية التقنية في إبراء، البيئة المحيطة بهذه الكلية بيئة بدوية، وأيضا السبب الثاني عدم وجود دراسة منطقية لهذا النطاق، فقط كانت دراسة وحيدة موجودة في محافظة الظفار ممتاز لباحث سوداني. تتكلم عن تتكلم عن التأثيرات الاقتصادية الاجتماعية. نعم. الناجمة من تربية الجمال. لا، هي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في التربية الحيوانية في سلطنة عمان. بشكل عام. نعم، درست قضية تربية الإبل في محافظة شمال الشرقية. ممتاز. نعم، درسنا هذه القضية، ركزنا في الموضوع على ما هو العائد الاقتصادي وكيف يؤثر على الاقتصاد العماني بالناتج الإيجابي. حلو. أيضا درسنا أهم التحديات التي تواجه مربي الإبل، ما هي التحديات التي يواجهها مربي الإبل، ما هي احتياجات مربي الإبل كاحتياجات بيطرية، احتياجات مالية، والتسهيلات الأخرى أيضا مثل التسهيلات الحدودية، تسهيلات الحدود في بالضبط كالجمارك وما شابه ذلك عند انتقال الجمال أو الإبل من البلاد أو من سلطنة عمان إلى الدول المجاورة. ممتاز. نعم، ركزنا في هذه المحاور، وأيضا طلعنا بشيء جديد، يعني درسنا مقترح جديد يساعد أهل الإبل في تطوير من هذا الشيء وفي أيضا رعاية هذا الشيء بشكل مميز. يعني حلو حلو ممتاز. هذه هي مراحل المشروع اللي أنتوا اشتغلتوا عليها عشان تعملوا ممكن بحث متكامل حول هذا الموضوع أو هذا المجال. يعني هناك أكثر من بحث ما شاء الله مشارك أي في هذا الملتقى، وأنتوا حصلتوا أيضا على الجائزة. هي نعم جائزة في مجال العلوم الإنسانية. نعم. ثقافة والعلوم الإنسانية. ثقافة والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية. نعم. في هذا المجال. وبصراحة المشروع كان في تركيز على أخذ الفائدة للوطن المواطن، بحيث أنه نطلع بالتحديات اللي تواجه الحكومة والمواطن على حد سواء في تربية الإبل، لأنه هذا مكان زخم يعني ومردود المفترض أنه يكون عائد اقتصادي كبير، لكن الحاصل للأسف أنه الدفع فيه أو الإكسبنسس الصرف فيه أكثر من العائد الاقتصادي المرجو منه، لأنه ينقصه دعم في مجالات معينة. حلو. مربي الإبل يواجه تحديات كثيرة مثل عدم حصوله على العمال
تصريح العمال وعدم أيضا حصوله على أراضي للحظائر وكذلك عدم شح المياه لتوفيرها لهذه الحظائر. هذه بعض التحديات التي تواجه مربي الإبل بشكل عام. جميل. وأتوقع من خلال هذه الدراسة تطرقتم إلى كل هذه التفاصيل وغيرها فيما يتعلق بهذا المجال، ولكن أيضا عودة إلى أخوي مبارك بخاطري أيضا أسألك، يعني أنتم حصلتم على جائزة من البحث العلمي فيما يتعلق بهذه الدراسة، برأيك الشخصي ما هي أبرز المفاتيح التي أهلتكم للحصول عليها؟ أول شيء حنا ركزنا في هذه البحث على شيء يعني يخص أهل الإبل، هذا الشيء يعود به مردود إلى يعني هو في مجال الثقافة والعلوم الإنسانية والأساسية. ممتاز. وفائدة كبيرة. فائدة كبيرة لأهل يعني لمربي الإبل ولأهل الإبل خاصة. ممتاز. زين أيضا وجود هذا الشيء في سلطنة عمان ويعني بحوث سابقة لم تسبق يعني لم يسبقنا أي بحث في هذا الشيء يعني ومركز إلى هذا الشيء. هذا عامل مساعد. نعم عامل مساعد. أيضا فوزنا أو حصولنا قبل هذه الجائزة على المركز الثاني في جائزة عمان لأداب وفنون الإبل، وهذا الشيء هو اللي ايضا اهلنا للمشاركه في البحث العلمي وحصولا على المركز المتقدم الحمد لله. ممتاز. نعم. ممتاز جميل. طيب اتوقع ايضا انتم في حتى الجوائز حصلتوها قبل كذا. نعم. كانت بمشاركتكم انتم الثلاثه ولا بشكل مفرد؟ لا بمشاركتنا نحن الثلاثه. نعم. ممتاز ممتاز. نعم. هذه هي الجوائز. هذا أخونا عامر الحراد والدكتورة اللي كانت المشرفة على المشروع. هذه وين هذه بالضبط؟ هذه جائزة عمان لفنون الإبل في فنون برعاية مجلة عمان. هذه الجائزة كانت نعم كانت في جامعة سلطان قابوس. ممتاز. جميل. يعني أنتم شاركتوا في هذا البحث في عدة مسابقات وفعاليات. حاولتوا أنكم تتوسعوا أكثر مش فقط يعني في جامعتكم وإنما حتى في مختلف ممكن محافظات السلطنة وفي مختلف الجامعات. هو أنا أعتقد أيضا من مفاتيح فوز هذا المشروع هو مش بس رصد التحديات والمشاكل اللي كانت بخصوص مربين الإبل اللي تواجههم، يعني أيضا كان الخروج بالتوصيات الصحيحة والنتائج أيضا اللي هي السجشن اللي هي الاقتراحات اللي خرجنا فيها بمقترح بعمل مزرعة متكاملة في كل محافظة على أنها تكون توفر كل الاحتياجات بما فيها وهي هذه أيضا بتكون تلم الإبل اللي أيضا عاملة مشكلة في الشوارع والحوادث اللي تسببها الإبل المسرحة، هذا غير الرعي الجائر. ممتاز. فمثل هذه المزارع راح توفر البروتكشن الحماية. ممتاز. للناس، كذلك راح توفر التعليب المناسب للحوم وللألبان، هذا غير توفير الارتفيشال التريتمنت اللي هو نقل الأجنة وأيضا عمل تلقيح صناعي، لأنه هو في مشكلة عند الإبل الحقيقة الذكور منها يتأخر النسل عندها، يعني في وهو كبير في السن الجمل يلقح وهو كبير في السن، لذلك تضيع فرصة كبيرة في الحصول على أعداد أكبر من الأجنة. نعم جميل. وأكيد كل هذه التفاصيل وغيرها موثقة ودرست وحللت بشكل علمي من خلال هذه الدراسة. أخوي مبارك سؤال أخير أيضا، يعني هناك أكيد توصيات ونتائج خرجت بها هذه الدراسة، ماذا ما بعد المرحلة المقبلة إن شاء الله تعالى من حصولكم على هذه الجائزة؟ اولا اخوي السيف النتائج اللي توصلنا اليها ان هذا القطاع اللي هي قطاع تربيه الابل يوفر فرص عمل لكثير من الشباب العماني. زين. والشيء الثاني ايضا هناك مطالبه من اهل الابل. زين. هناك دعم حكومي، بس دعم يعني الدعم الحكومي محدود، يعني دعم حكومي غير يعني غير موفي، بعض في مطالبه من أشخاص بدعم حكومي يكون يعني كثير. وهذه المزارع هي تحل هذه المشكلة. والمزارع هذه تحل المشكلة. نعم صحيح.
أخي بدر، إقامة يعني مثل هذه المشاريع تكون مزرعة في كل محافظة، هذا الشيء يكون يعني تعليب الألبان، تسويقها داخليا وخارجيا. يعني هذه الرسائل وهذه النتائج وهذه التوصيات وضعت ضمن نطاق هذه المبادرة وهذه الدراسة بشكل عام، ونتمنى أن تكون رسائل تصل إلى من يهمه الأمر من الجهات ذات العلاقة. مبارك بن العبد الوهيبي، صاحب مشروع بحث التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والحيوانية بتربية الإبل، شكرا جزيلا لك. وأيضا زميلك المشارك في البحث بدر بن محمد الحجري، شكرا لك بدر. وزميلكم الآخر شو اسمه؟ عامر بن حماد الراشدي. نعم. بس كلمة أخيرة أستاذ سيف. نعم. كلمة شكر أود أوجهها للدكتورة عزة المسكري، عميدة الكلية في التقنية بإبرة، وكذلك الدكتورة حبيبة المغيرية رئيسة قسم الدراسات التجارية، اللي كانت تؤازرنا وتدعمنا من أول ما بدينا المشروع لحد ما أخذنا كل هذه الجوائز وهي ورانا، جزاها الله خير. يعني التحية والتحية أكيد لكل من ساعدكم وساندكم أساسا في إنجاز هذه الدراسة.